الرحمن الرحيم. في بونص عليهم دكتور؟ نعم، في بونص أوكي، من العلامات؟ إن شاء الله في بونص. نعم، في بونص إن شاء الله. دكتور امتحان رح يكون شورت اساي ولا لا، راح يكون مالتيبل تشويس مع ترو اند فولس إن شاء الله. إن شاء الله. هو يوم الأربعاء راح يكون. نعم، الأربعاء القادم إن شاء الله. يا يس دكتور. إن شاء الله إن شاء الله. طيب، أوكي جايز، وي جونا ستارت رايت أواي إن شاء الله. وي جونا شير وذ يو ماي سكرين. أوكي، راح نبلش نحكي على الكورونا فيردي. ما بعرف، شايفين الباوربوينت؟ يس دكتور، السلايد موجودة. اوكي، just a second. اوكي جايز، فاليوم راح نحكي على اكثر من فاميلي صراحه، وراح نبلش بالكورونا فيردي. وراح ابلش فيها اول شيء لانه صراحه الكورونا فيردي فاميلي يعني مهم جدا، وعملت يعني ضجة عالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، سبيشل لما انتشر فيروس السارس 2 أو سارس كوفيد 2 أو ما يسمى بكوفيد 19 ديزيز. فبالتالي we need to talk about كورونا فيردي بشوية خصوصية وشوية كمان توسع. كفاميلي كورونا فيردي is included in the order Nidovirales. Nidovirales والorder بتوع كورونا فيردي and other families، لكن اهم فاميلي بالنسبه لهذا الاوردر هو كورونا فيردي. بس الكورونا فيردي صار عليها شويه موديفيكيشنز بالسنوات القليله الماضيه، فصارت تضم كمان سب فاميليز. يعني اذا مذكرين كان في عندنا اكزامبل بروز باول محاضره محاضرتين على كلاسيفيكيشن، لما كنا حاطين كورونا فيردي ما كنا نحط سب فاميلي، لكن لانه صار في توسع بهاي الفاميلي فصار لها سب فاميليز. فعندنا two major subfamilies: ortho coronavirini أو ما يسمى كمان coronavirini. ortho هو الاسم الجديد والcoronavirini هو الاسم القديم. ف we can say ortho coronavirini أو coronavirini, it's the same thing. في كمان lithovirini، بس أنا ما راح نحكي عن litho، راح نحكي عن ortho coronavirini. الortho coronavirini has four genera: alpha, beta, delta and gamma، أو alpha, beta, gamma and delta. And we're going to talk about these viruses لأنه بتحتوي على فيروسات جدا مهمة، الألفا والبيتا والجاما والدلتا. بالنسبة للشيب لايك، هو طبعا كورونا فيردي من كورونا. كورونا هو الشكل التاجي، كورونا باللاتيني معناتها تاج، فهي ماخذ شكل تاجي under the electron microscope. بكون في عندنا سيركل، وبالسيركل هاي بكون في عندنا حواليها السبايك بروتينز، بكون عبارة عن زي شكل تاجي. فthe most important proteins موجودين على سطح الفيروس. طبعاً مش كل البروتينات موجودة في كل الفيروسات، هذا موجود في كل الفاميليز، لأنه أحياناً يكون خصوصية لبعض الفيروسات، فبالتالي مش كل البروتينات موجودة في كل الفيروسات بالنسبة للفاميلي. فمثلاً السبايك بروتين، بس الليزر بوينتر وراح. السبايك بروتين هو the major جلايكوبروتين أو سيرفس جلايكوبروتين موجود على سطح الفيروس. ناو في بعض الفيروسات بكون في عندنا كمان اكسترا انفيلوبل بروتين. في بعض الفيروسات كمان ضمن هاي الفاميلي بكون عندنا اكسترا هيم اجلوتينين استريز بروتين، الاتش اي بروتين. فذوز ار اكسترا، وي دونت سي ذيم اول ذا تايم، لكن سبايك از اولويز ذير. سبايك از اولويز ذير بغض النظر شنو الفيروس، بغض النظر باي جينس موجود. لكن we might have two extra glycoprotein زي ال E أو small E protein أو ال HE protein. Those are extra glycoprotein موجودين على سطح الفيروس. بعدين في عندنا matrix. Okay. Sorry. الماتريكس. طيب الكيرسر مش عارف وين بروح. في عندنا matrix. Guys. وفي عندنا داخل matrix في عندنا nucleocapsid. The nucleocapsid protein is always there. وظيفته is to protect the genome الموجود داخل هذا الفيروس. طبعا هاي البروتينات زي ما حكينا HE أو هيم اجلوتينين استريز، في عندنا ممبرين بروتين، في عندنا سباك بروتين، في عندنا الإي بروتين أو السمول انفلوبل بروتين، في عندنا كمان ممبرين بروتين ماتريكس، في عندنا ممبرين وفي عندنا ماتريكس، وفي عندنا نوكليكاس بروتين. These are the proteins بالنسبة لهذا الفيروس.
طبعا those proteins are structure proteins, يعني 1 2 3 4 5 6 all of them are structure proteins. والRNA polymerase for this one بيصنعه بعد ما يعمل infection للخلايا, فبالتالي we don't have non-structure protein موجود ضمن الكابسيد, but the virus will produce it once they infect new cells. Okay guys, فهذا بالنسبة للكورونافيروس جينوم. الكورونافيروس جينوم مكون من two big parts. الجزء الأول إحنا بنسميه non-structure proteins. أوكي زي ما أنتوا شايفين. طبعاً الجينوم تاع الكورونافيروس حوالي 30,000 كيلو بيس بير. أوكي وبختلف الرينج, هو من 27 مرات ل 32, لكن إحنا نأخذ 30,000 as the average for the genome size. ف 30,000 كيلو بيس بير تقريبا حوالي 20,000 بيعطينا نانو ستراكشر بروتينز 1A and 1B. ال 1A راح يعطينا الار ان اي بوليميريز, اوكي جايز, وال 1B راح يعطينا البروتييز. البروتييز برضو عباره عن نانو ستراكشر بروتينز مهم جدا لعمليه الكليفج اوف ذا انديفيديوال بروتينز تو بي فانكشنال. بعدين في عندنا من هون, في عندنا هون جزء احنا بنسميه الستراكشر بروتينز, لكن nevertheless العلماء لاحظوا انه كمان هذا الجزء sometimes will provide us with non-structured proteins during the infection of the virus. اوكي فعندنا هون mainly structured proteins زي ال HE زي ال spike زي ال E زي ال M زي ال N, لكن nevertheless في عندنا بعض المناطق الجيني الموجودة هون sometimes will actually give us non-structured proteins during the replication and the infection of the virus into the cells. فagain الجينوم 30,000 بيس بير مكون من 2 بارت. البارت الأول اللي هو على 5 برايم إند, زي ما أنتم شايفين على 5 برايم إند. في عندنا بارت أول مكون تقريبا من 20,000 نوكليتايد, بعطينا 2 ميجر نان ستاكر بوتينز, ال 1A اللي هو الأرن بوليميريز, وال 1B اللي هو البوتييز. بيضل عندنا حوالي 10,000 بيعطونا ميلي ستراكشر بوتينز, وأهم واحد فيهم هو السبايك, وأكبر واحد هو فعلا السبايك بروتين, هو الميجر جلايكوبروتين موجود على سطح الفيروس. لكن nevertheless زي ما حكيت sometimes during the replication and the infection of the virus داخل خلايا this part here will give us also non-structured proteins. في سؤال guys, هذا بالنسبة للجينوم organization for the coronaviruses. بالنسبة للصفة من الكورونافيريني زي ما تشايفين هون على table, سوري بس أشوف الكيرسر براح كاميرات الكيرسر. في عندنا الصف فاميلي كورونافيريني زي ما حكينا, في عندنا 4 جينرا, الفا بيتا وجاما ودلتا. ناو الالفا بتحتوي على ماميليان كوروناviruses, يعني كل الماميليان كوروناviruses تقريبا موجودين في هذا الجينس, زي الفيلاين كوروناviruses بنوعيه المختلفين. في عندنا فيلاين انتريك كوروناviruses, في عندنا فيلاين انفكتشس بروتينايتس فيروس. بوث ار فيري امبورتنت بالنسبه للفيلاين, بالنسبه للكاتس. في عندنا كناين كورونافيروس مش مهم كثير لكن موجود بالنسبة للكناين وإله فاكسين. في عندنا صراحة بالنسبة لهاي الفاميلي في عندنا أهم الفيروسات تاعت البيجز أو السواين موجود within الكورونافيريدي. في عندنا فيروس مهم جدا يسموه transmissible gastroenteritis virus أو السواين TGE. هذا الفيروس موجود في كل أنحاء العالم وفي كل الناس اللي بربوا سواين. هذا الفيروس بيعتبروه من أخطر الفيروسات على السواين إندستري. في عندنا كمان طبعا هذا gastroenteritis. في عندنا واحد for respiratory بنسميه porcine respiratory coronaviruses, وفي عندنا كمان porcine epidemic diarrhea viruses. فتقريبا في عندنا 3 major swine coronaviruses موجودين بس بالجينس تاع الالفا coronavirus along with canine coronaviruses with feline coronaviruses. في عندنا بيتا coronavirus, في عندنا نوع, في عندنا 3 groups for بيتا. النوع الاول هو A, الأول جروب B, والنوع الأخير هو جروب C. Those are within the beta coronaviruses. Again, في عندنا هنا ضمن الA في عندنا mammalian coronaviruses زي بورسان, hemagglutinating encephalomyelitis virus, الماوس hepatitis virus. لكن أهم شيء بالنسبة لها الجروب A صراحة ما تنفيه هو bovine coronavirus والequine coronavirus. فإذا أنا بدي أسألك سؤال, شو أهم فيروسات موجودة في جروب A ضمن البيتا coronavirus؟ You have to tell me it's bovine coronaviruses and the equine coronaviruses. بالنسبة لجروب B, جروب B جدا مهم
لأنه بيحتوى على SARS-1 وبيحتوى على SARS-2. SARS-1 اللي بلش بالعالم سنة 2002 والSARS-2 اللي بلش بالعالم سنة 2019. فجروب B بتحتوى على إيش بنسميه إحنا Zoonotic Coronaviruses. جروب C برضو بيحتوى على Very Important Zoonotic Pathogen اللي هو MERS Coronaviruses. فبيتا Coronaviruses are very very important simply because they contain both Group B viruses and Group C viruses and both containing the zoonotic coronaviruses سواء SARS-1 and SARS-2. Okay, مع الميرس الموجود في جروب C. هذا بالنسبة للكلاسيفيكيشن تاع البيتا coronaviruses. في عندنا الجاما. الجاما بتحتوي على something called avian coronaviruses الموجودة في الطيور. ففي عندنا مثلا avian infectious bronchitis virus، وهذا جدا فيروس مهم بالنسبة للطيور بالبوتري بشكل خاص في الأردن والعالم كل والعالم بشكل يعني بشكل عام. وفي عندنا كمان فيروس مصيب التركي بسميه التركي كورونا فيروسز، أو أحيانا بسموه البلو كام ديزيز بلو كام فيروس، إنه العرف تاع التركي ديكروم بيكون لونه بلو لأنه بصير عندك اسكيمي هايبوكسيا. ففي عندنا ضمن الجاما كورونا فيروسز في عندنا إيش بنسميه هنا avian coronaviruses سواء avian infectious bronchitis virus المصيب بالبولتري أو chickens أو turkey coronavirus المصيب بالتركي. Okay guys, those are called avian coronaviruses. في عندنا الدلتا. الدلتا في عندنا برضو بورساين دلتا coronaviruses برضو مثل شايفين هاي الفاميلي كتير مشهورة بالفيروسات المصيب بالسوين اندستري. فبالنسبة classification ضروري مثلا نعرف انه في عندنا الفا بيتا والبيتا 3 groups group A group B group C. بعدين في عندنا جامع اللي هم الavian coronaviruses والدلتا بتحتوي على only porcine delta coronaviruses. هاي كمان عبارة عن يسموها phylogenetic tree خارطة النشوء وتطور لهذا الفيروسات. زي ما حكينا في عندنا الفا اوكي بعدينك بيتا بيتا مثلا بيتا حتى بيتا هنا ضايفين عليها فيروس دي هذا موجود في الباتس لحاله. فالبيت هنا ضايفين عليها بدل ما هي ABC ضايفين عليها ABCD. أوكي وفي عندنا الجاما. الجاما اللي هي زي ما حكينا عبارة عن الفيروسات بتصيب الأفيان وألفا بيتا كورونا فيروسز. في سؤال جايز؟ هذا بالنسبة للكلاسيفيكيشن. بالنسبة ايش هي الانواع السترينز اللي بتكون زوناتيك ولا كلهم يعتبروا زوناتيك؟ لا مش كلياتهم مش كلياتهم. احنا حكينا زوناتيك بتكونوا بالبيتا كورونا فيروسز حكينا بس بالبيتا كورونا فيروسز جروب بي اند جروب سي ار زوناتيك كورونا فيروسز. اما مثلا دوز لايك بوفاين كورونا فيروس كوين كورونا فيروس ده نوت زوناتيك دي ار اونلي فور انيملز. اوكي برضو بالالفا ذير نو. اوكي هسه دلتا من جديد دلتا لقوا انه بالصين من جديد انه بعض فيروسات الدلتا كان بي زونوتيك. لكن انا ما راح اسالكم عن الدلتا لانه صراحه بورساين. لكن اذا بدي اسالكم عن الزونوتيك راح تقول انه موجودين ضمن البيتا كورونا فيروسز جروب بي اند جروب سي اللي هم السارس زائد الميرس. اوكي طيب بالنسبه لاهم فيروس بصيب الشيكنز بهاي الفاميلي هو الافيان انفكشوس برونكايتس فيروس او الاي بي في. الاي بي في جايز هو فيروس جدا مهم بالنسبه للطيور. طبعا اول ما بلش الفيروس هذا في العالم بلش يكون ريسبيراتوري كان بس ريسبيراتوري فورم. لكن بعد شوي صرنا نشوف فاريانت من هذا الفيروس. هاي الفاريانت صارت تصيب كمان اذر سيستمز ذان ريسبيراتوري. فالفاريانت الجديده صرنا نشوفها تصيب البروتكتيف سيستم يعني شو صرنا نشوفها بالاوفيداكت تعمل مشاكل بالاوفيداكت صرنا نشوفها تعمل نيفروباثوجينيك فورمز نيفروباثوجينيك يعني تصيب الكيدنز. اوكي وصار في عندنا a lot of variant حاليا بالعالم هذا الفيروس اللي كان كوز respiratory infection reproductive infection and nephropathogenic infection. فبالتالي في عندنا 3 different variant او 3 different systems can be affected by the IB. ف سوري بس الكيرسر للاسف. فعندنا IBV has multiple strains. في عندنا classical strains. classical strains mainly are used for vaccination زي الـ M41 والـ H120. لما نحكي مثلا M41 طبعا الام هو اختصار لكلمة Massachusetts اللي عبارة عن ولاية أمريكية تم اكتشاف هذا الفيروس فيها بالثلاثينات.
41 معناته انه صار له 41 باساج داخل التشيكن امبريو اكس in order to make it to make the virus to go from virulent strain to be attenuated or non virulent strain. فاحنا احيانا بنعمل بساج زي كمان H120 برضو هذا الفيروس اعملوا له بساج 120 مره داخل التشيكن اكس in order to convey يعني نحوله من virulent strain into a virulent strain ونستخدمه كفاكسين. فالان 41 والاتش 120 احد وسائل انك تشيل الفيرولنس تاعهم انك تعملهم بساج احنا بنسميه بساج داخل التشيكن امبريو اكس لفترات معينه او لارقام معينه. بعدين كل رقم طبعا بعد تقريبا كل 10 مرات يشوف الفيرولنس تاعه على التشيكن هل هو لسه فيرولنت ولا لا. مثلا ان 41 يحتاج بس ل 41 بساج to lose its virulence, لكن مثلا اتش 120 يحتاج ل 120 بساج to lose its virulence. Okay, so those are used as a vaccine. We're saying classical strains. لأنهم تقريباً هو أول هم أول استينات اللي ظهروا في العالم. في عندنا بعدين صار في عندنا variant strains. The variant strains تقريباً ظهروا بداية التسعين وطالع. 1990 وطالع صار في عندنا variant strains. Variant strains كانت تعمل disease, لكن برضو الشركات عملت منها vaccines. فvariant strains اللي شفناها زي مثلاً ال491 عمل مشاريع كثير في يوروب بالتسعينيات وعملوا منه vaccine. D274 نفس الشيء عمل مشاكل في يوروب عملوا منه فاكسين. Q1 هذا عبارة عن منشأ صيني. Q1 هو عبارة عن variant لكن ذو منشأ في صيني. والQX نفس الشيء. Those they actually started in China وانتشروا تقريبا في العالم كلياته. فبرضو عملوا لهم vaccines. Some of them were used as a vaccine like مثلا 491 زي ما حكيت هنا شوية. وزي مثلا D274 حاليا نستخدم له فاكسين. وبعض الشركات كمان طورت فاكسين من جديد الQ1 strains والQX strain. Okay, so those are found حاليا as a vaccine strain also. طبعا الIBV is a worldwide disease موجود في العالم كلياته and it's actually very endemic in Jordan. للأسف صرنا نشوفه كنا نشوفه بداية بال مثلا بالخريف كنا نشوفه بالربيع والشتوية لكن فعليا أصلا تقريبا الأردن عم نشوفه تقريبا بكل المواسم. Now, في عندنا بالأردن guys حاليا نوع بالأردن صار له تقريبا حوالي أكثر من 10 سنوات احنا بنسميه الفاريانت 2 لايك سترين. الفاريانت 2 لايك سترين هو حاليا منتشر بالأردن ومنتشر بالشرق الأوسط وهو تقريبا السترين المسؤول عن أكثر من 90% من حالات الاي بي ان جوردن. فvariant انا قاعد بكتب اسمه variant اوكي 2 اوكي لايك سترين. طبعا هذا منشأه بالشرق الاوسط وبعدين انتشر بدول مختلفه بالشرق الاوسط وحاليا واصل لشرق اوروبا. فالفاريانت 2 لايك سترين حاليا از ذا موست امبورتنت سترين ان جوردن هو المسؤول عن مور ذان 90% اوف اي بي في انفيكشن ان جوردن. اي بي في از ا هايلي كونتيجوس ديزيز وبنتشر عن طريق الهوريزونتال وبنتشر كمان عن طريق كونتامينيتد اكويبمنت اند درينكينج ووتر. ما في vertical transmission for this one يعني ما بنتقل من الأم للبيبيز أو للتشيكس. فهذا بالنسبة للانتقال تاع الفيروس. The vaccination for this one live vaccines has been used okay for this one. وبكون عندنا sometimes something called heterologous and homologous vaccination. شو معنى homologous؟ homologous مثلا sometimes I'm using مثلا two doses من N41 مثلا كان استخدم N41 at day 7 of age تاع البرويلر وبعدينك على عمر 14 برضو بعضي كمان N41 بسميه homologous vaccination. heterologous لا مثلا على day 7 بعطي أنا N41 أوكي وعلى day 14 بعطي مثلا 491 أوكي. فبسموه heterologous program for vaccination. فهذا بيعتمد حسب شو المزرعة حابة تعمل. عادة لما يكون في عندك heterologous vaccination guys that's very good simply because it will provide more protection for the variant strains. يعني لما يكون عندي مثلا classical strains زي N41 مع variant strains زي 491 هذا بعطيني حماية أكثر للvariant strains زي الVAR2 أو الvariant 2 like virus الموجود حاليا في الأردن. وإحنا منخاف لأنه هذا live vaccines منخاف بعد شوية إنه الفيروس نفسه اللي بنستخدمه كvaccine
يرجع يعطينا اصابات، والكلام هذا شفناه بالاردن للاسف كثير. يعني حاليا مرات احنا بنعزل صار لنا حوالي اكثر من 5 سنوات من الحيوانات المصابه او من الشكل المصاب، نعزل مثلا 491 هو فعليا فاكسين، لكن بعد شوي لانه وجوده كثير موجود كلايف فاكسين داخل الحقل وداخل التشيكنز، برجع يصير فيرولنت سترينز. فلما يرجع يصير فيرولنت سترينز برجع يعطينا الكلينيكال فورم تاع الاي بي. فهاي خطوره وجود اللايف فاكسينز، لكن للاسف الكيلد فاكسينز منهم مش كثير قوي، مش كثير قوي، فبالتالي there is no choice now for يعني المزارعين اللي يستخدموا اللايف فاكسينز من الاي بي. طبعا diagnosis by clinical signs، وفي عندنا كمان real time PCR، وفي عندنا sequencing. و sequencing mainly احنا بنعمله فاحنا عاده نعمل targeting للسبايك بروتين. السبايك بروتين بعد شوي راح نحكي عنه بتوسع اكبر لما نصل للسارز. السبايك بروتين عاده هو عباره عن two proteins، spike 1 وspike 2. فspike 1 guys، اوكي spike 1 هو اللي بنعمله sequencing to know the genotype. هل الجينوتايب اللي عندنا variant 2 ولا الجينوتايب اللي عندنا qx ولا q1 and so on. فبالتالي when we do sequencing we need to know the genotype in order to pick the right vaccination for the virus that we have in Jordan. So we do sequencing for S1 in order to know the genotype then to choose the right vaccination. أنا هون حاط بس على اليمين تيبل لأحد الدراسات اللي أجرت في الأردن على الدراسات زي الـ HI اللي هو الـ Hemagglutination Inhibition Test للـ IB to know what are the strains of IB that we have in Jordan. فمثلا عندنا هنا different strains. أوكي هاي دراسة قديمة فبالتالي صراحة يعني صار عندنا تحديث عليها حاليا بأردن زي ما حكيت أنا الـ VAR2 أو الـ Variant 2-like viruses يمثلوا أكثر من 90% من أعداد الـ Infection بالـ IB in Jordan. برضه هاي دراسة قديمة على وجود الماس الماس 41 وعلى وجود الـ 491 وعلى وجود الـ D274 هاي كانت عن طريق الـ PCR. فطبعا هاي الفيروسات لساتها موجودة، لكن زي ما حكينا لما أجى الـ VAR2 تقريبا كانت شوي قديم بالـ 2008، لما أجى الـ VAR2 تقريبا على الأردن بالـ 2009 تقريبا 2010 تقريبا more than 90% حاليا بالأردن بنعاني من الـ VAR2. طبعا الـ VAR2 guys هاي الـ VAR2 هون okay this is the VAR2. وبرضه في فترة من فترات لقينا بالأردن الـ Q1 strain ذو المنشأ الصيني، لكن اختفى من الأردن والحمد لله ما رجعنا شفناه. صحيح شفناه بعينات موجودة في السعودية، عينات موجودة في الأردن، عينات موجودة من العراق، لكن نيفرذليس احنا ما رجعنا شفناه بالأردن. حاليا هو موجود بالسعودية بكثرة، لكن luckily we don't have it in Jordan. في عندنا 491 بنشوفه مرات بالأردن، صحيح من ساحة المقلقاح، لكن زي ما حكينا we can isolate this virus من الفيروسات من الكلينيكال كيسز. QX زي ما حكينا هذا ذو منشأ صيني، ما شفناه بالأردن أوكي لاكري، لكن زي ما حكينا الفار 2 لايك فيروسز حاليا هم المنتشرين في الأردن أكثر شيء. فthis is about the IBV in Jordan وبالنسبة للعالم. في سؤال guys؟ دكتور بس بدي أسألك عن البتات. يس يعني ميوتيشن قصدك او ريكومباينيشن ولا شو؟ لا 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 شو اللي بصير عاده البساج انك مثلا تحقن الفيروس اوكي تقلون داخل تشيكن امبريو وبتخليه موجود داخل الامبريو ل 3 دايز اور تو 5 دايز. بعد 3 دايز 5 دايز بتاخده من الامبريو بتحقنه مره ثانيه في امبريو اخر. ناو بالحاله هاي الفيروس بصير يتعود على الخلايا تاعت الامبريو تاعت التشيكن امبريو، ولما يتعود الفيروس بيعمل السبايك بروتين بصير عليه ميوتيشنز، بحيث الميوتيشنز هاي تحوله من فيرولنت سترينز انتو افيرولنت سترين، يعني بتحوله من فيروس شديد الضراوه الى فيروس مش 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 شديد الضراوه اوكي فروم فيرولنت تو افيرولنت. فنتيجه الميوتيشن بصير على سبايك بروتين جايز، فها نتيجه تعويد الفيروس الفيروس از جيتينج ادابتد تو ذا تشيكن امبريو سيلز. اوكي هاي الطريقه كثير بيعملوها العلماء ان اوردر تو ميك ا فاكسين من الفيروسات، بيعملوا بساج الكلام هذا يعني بصير لمعظم الفيروسات، لكن مش كل الفيروسات تصمحها. اكثر فيروس ضبط معه تقريبا في العالم اللي هو الاي بي. الاي بي معروف انه
it will lose its virulent when you do بساج داخل chicken eggs. فبساج عن بساج عن بساج عن بساج الفيروس ساعتها بتحول ل virulent virus. Okay guys. Now بالنسبة لل other viruses ضمن الألفا كورونا viruses طبعا ال IB هو gamma كورونا virus. بالنسبة للألفا كورونا viruses في عندنا feline كورونا viruses في عندنا two virus actually. Feline enteric كورونا virus بصيب الانتستين أو الجي آي وفي عندنا feline infectious peritonitis virus بصيب البريتونيوم تاع الكاتل. Those are very important infection بالنسبة للكات and both are coronaviruses بعمل systemic and sometimes fatal disease of cat. Okay. في عندنا كمان coronavirus of cattle bovine coronavirus as diarrhea أو sometimes in the adult بعمل something called winter dysentery. Okay. بسموها hemorrhagic diarrhea in adult داخل أو ضمن ضمن winter time بسموها winter dysentery and بعمل كمان respiratory infection cattle of various age. فهم بصيبوا بالكاتل بصيبوا both بصيبوا الجي اي تراكت بصيبوا كمان respiratory system بصيبوا بعملوا calf diarrhea اللي تقريبا calf diarrhea تيجي بعد كمسبب للإسهالات في الكالف بعد البوفاين روتافيروس. البوفاين روتافيروس رقم واحد بيجي بعديه الكورونا فيروس بوفاين كورونا فيروس رقم اثنين كمسبب للدياريا بالكالف. وبالنسبة للأدلت كاتلز بصير عندنا اسم بسموه شيء بسموه وينتر ديزنتري. كلمة ديزنتري معناتها هيموراجيك دياريا. ديزنتري معناتها خروج الدم مع الإسهال فساعتها بيكون في عندك بلد مع الفيكال سامبلز داخل أدلت. وبرضه في عندنا respiratory infection for the cattle. زي ما حكينا كورونا فيروس والسواين في عندنا هم فيروس وترانسميسبل gastroenteritis virus is very important and highly contagious enteric disease of swine تقريبا في كل أنحاء العالم. هاي بالنسبة للفيروسات. بالنسبة للزونوتيك كورونا فيروسز اللي هم تقريبا اللي هم SARS كورونا فيروس and the MERS كورونا فيروس. فأنا هون عندي SARS كورونا فيروس سواء الأول أو الثاني. الأول اللي بلش سنة 2002 أوكي برضو كان منشأه بتشاينا ظل حوالي 8 أشهر وكان موجود طبعا تابع 2003 حوالي 8000 كيسز بحوالي 800 ديثز ب 29 كانتري. يعني كانت نسبة المورتاليتي حوالي 10%. لكن luckily إنه this virus ended actually بال 2003 وما رجعنا شفناه مرة ثانية. فهذا الفيروس بس كانت وفيات نسبة المورتاليتي كانت very high لكن نسبة الإصابة كانت very low. يعني هذا الفيروس ما كان قادر يصيب الناس بالضراوة اللي احنا شفناها بالسارس كورونا فيروس 2. هذا أول زونوتيك كورونا فيروس تقريبا احنا شفناه بشكل واضح وعمل مشاكل وعمل مورتاليتي بالهيومن. اوكي جايز. الفيروس اللي شفناه بعدينك اللي هو زونوتيك كورونا فيروس ضمن البيتا كورونا فيروس او جروب سي اللي هو الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس هو الميرس كورونا فيروس. سوري جايز. فالميرس كورونا فيروس زي ما حكينا هو بينتمي للبيتا كورونا فيروس بينتمي لجروب سي. هنا طبعا ضمن جروب سي كمان في عندك لينج بسموه 2 سي. انا ما راح اطالبكم بالكلام هذا بس تعرفوا انه بيتا كورونا فيروس جروب سي. طبعا الميرس كورونا فيروس اول ما اكتشفوه العلماء اكتشفوا انه اكشلي بيشبه بعض الفيروسات اللي رودي مكتشفه في الباتس. لذلك صارت الثيوري انه اكشلي اصل الميرس كورونا فيروس هي البات الخفاش بعدينك انتقل الى الكاملز as intermediate host ومن الكاملز بعدينك انتقل الى الانسان. ليش؟ لانه لو اول ما اكتشفوه لاحظوا انه الميرس is very closely related to viruses زي ال HKU4 وال HKU5 هذول الفيروسات كانوا اوريدي معزولين من باتس. فبالتالي صارت الثيوري انه اصل الميرس باتس then camels then humans. طبعا هذا هون بالنسبه للجينوم تاع الفيروس زي ما حكينا تقريبا طبعا هاي هون عاملين هيك مشان يختصروا المسافه حوالي 20,000 تقريبا
بيعطينا النون ستراكشر بروتينز الار ان بوليميريز زاد الـ زاد البروتيز، بعدين السبايك بروتين، بعدين في عندنا ديفرنت بروتينز. طبعا هاي بروتينز زي مثلا اورف 3، في عندنا بروتين زي مثلا بس 103 امينو اسيد، هذا عباره نون ستراكشر بروتين، اورف 4 اي نون ستراكشر بروتينز اند سو اون. مثلا السبايك ستراكشر بروتين، الاي از ستراكشر بروتين، الام از ستراكشر بروتينز، الان ستراكشر بروتين. لكن زي ما حكينا انه هاي المنطقه اثناء الانفكشن تاع الفيروس بالخليه بامكانها كمان تنتج نون ستراكشر بروتينز ذات ويل اكشلي يعني تعمل بريبريشن للخليه ان اوردر فور ذا فيروس تو ريبليكيت داخل الخليه. هذا بالنسبه للميرس جينوم. الميرس بيختلف عن بعض الفيروسات تاعت الكورونا فيروسز انه في عندهم اكشلي توبزم تو نون سيليتد برونكيال ابيثيال سيلز داخل جايز داخل التريكيا والبرونكيا، عندنا something called ciliated cells بيكون عندهم سيليا. السيليا هاي is actually زي يعني بتعمل عملية cleaning، أو إذا في مثلا الخلايا بيكون عليها سيليا بتتحرك بطريقة معينة in order مثلا إذا كان في عندك أنت large molecule إنه ما يخشوش الخلية يبتعدوا عن المسار تاع أو يبتعدوا عن ال يعني التريكيا على أساس ما يصير عملية اختناق. لقوا إنه العلماء إنه الميرس كورونا فيروسز unlike other كورونا فيروسز and unlike other respiratory viruses they will go for non-ciliated bronchial epithelial cells. بينما مثلا الاي بي، الاي بي بصيب الشيكنز، الاي بي بصيب الشيكنز it will go mostly to the ciliated epithelial cells. اوكي الاي بي في اللي حكينا عنه تاع الشيكنز will go mostly for ciliated cells اللي بكون عليهم سيليا. اوكي فهذا بيختلف عن الميرس. الميرس بروح للنون سيليتد ابيثيال سيلز. طبعا الريسبتور تاع تاع الميرس برضه بيختلف عن الريسبتور تاع السارس 2 والسارس 1. الاسم هو اسم البروتين داي بيبتيداي بيبتيداز 4. انا ما راح اطالبكم بالاسم الكامل بس راح اطالبكم بالاختصار تاعه الدي بي بي 4. لكن حاليا من كم شهر جاي لقوا العلماء الصينيين انه بعض فيروسات الباتس اللي بتشبه الميرس بس هي باتس كورونا فيروسز right now they can actually use مش هذا الريسبتور، they can use الريسبتور الاخر والاس 2 اللي يستخدم بالسارس 1 والسارس 2 as a receptor. وهي شغله خطيره جدا. احنا بنعرف انه السارس 1 والسارس 2 بيستخدموا الاس 2 as a receptor، وبنعرف انه الميرس بيستخدم الدي بي بي 4 as a receptor. لكن يطلع عندنا فيروس زي الميرس اوكي ويستخدم الاس 2 as a receptor، هاي شغله خطيره جدا simply because now الميرس can go for ciliated cells and non-ciliated cells and other كمان cells موجودين في جسم الانسان. يعني هذا الفيروس او هذا الريسبتور موجود only in two organs اللي هو اللنج والكيدنز. لذلك مثلا الناس اللي انصابوا بالميرس في بداية ال 2012 لما انتشر هذا الفيروس كان عنده مشاكل ريسبيراتوري وكان عنده مشاكل رينال فيلير، لانه هذا الريسبتور موجود في اللنج وفي الكدني. لكن الان بعد شوي راح نعرف انه الاس 2 ريسبتور موجود تقريبا في جميع اعضاء جسم الانسان او الحيوان. فبالتالي if we have a MERS virus that can use S2 معناته إن الميرس can actually go and invade and infect all type of cells داخل جسم الإنسان، وهذا إشي خطير جدا. Okay guys، هذا بالنسبة للريسبتور that been used by MERS حاليا DBB4. لكن زي ما حكينا في عندنا فيروسات حاليا تم اكتشافها بالصين شبيهة بالميرس موجودة في الباتس only شبيهة بالميرس that can use S2 as a receptor. طبعا هذا بداية اكتشاف الفيروس بال 2012، هاي البيبر اللي اكتشفت الفيروس. طبعا زي ما انتم شايفين سوري وين الكرسي وين راح، كانت اول حالة سوري جايز مشكلة الكرسر بروح كانت اول حالة يسموها اي ام سي 2012، وهذا عبارة عن بات ميرس كورونا فيروس. زي ما حكينا الميرس بيشبه البات ميرس كورونا فيروس. هاي حالة الأردن جوردن كيس بال 2012. بعدين صار في عندنا حالات مختلفة، حالات مثلا كانت موجودة في دول الخليج زي الإحساء
زي حالة مثلا موجودة في إنجلند لكن كان أصلها من دول الخليج، برضو حالة موجودة في أبو ظبي بعدين راحت على ميونخ، وبرضو حالة كانت موجودة في دول الخليج وراحت على إنجلند اكتشفوها في إنجلند. فهاي كانت أول اكتشافات الفيروس. طبعا أول ما عرفوا هاي الدراسة أجريت في الأردن، هاي الدراسة أجريت في الأردن وكنا حابين نعرف at that time أنا شو intermediate host، هل intermediate host camels ولا goat ولا sheep ولا cows. فهاي الدراسة تقريبا أثبتت أنه طبعا الأخضر هو الإيجابي والأخضر موجود في الكاملز وبالشيب، لكن لما رجعنا منه فحص آخر نتأكد هل الشيب فعليا بيحتوي على antibody against the mers، لقينا أنه لا يحتوي على antibody against the mers، فبالتالي الشيب is not the intermediate host. وهنا ما في أخضر عند الجوت، وهنا ما في أخضر عند الكاو، الأخضر بس موجود في الكاملز. ف at that time فحصنا 11 camels in Jordan في 2013، ولقينا كل الكاملز in Jordan اللي فحصناهم at that time فيهم antibody against the mers. لذلك تم الإثبات إنه الكامل is actually the intermediate host. وبعدها بحوالي كم من أسبوع اكتشفوا الفيروس داخل كاملز. فهنا بريل تايم بي سي آر استخدموا أكثر من أسي أوكي، واكتشفوا وجود الفيروس داخل الكاملز. زي ما شايفين مثلا كامل 1 كامل 2 كامل 3 كان فيهم الفيروس طبعا بتراكيز مختلفة. هذا بالنسبة للريل تايم بي سي آر. طبعا هذا بالنسبة لهذا للريل تايم بي سي آر. وهذا بالنسبة للسيرولوجي استخدموا 3 ديفرنت تكنيكس زي immunofluorescent antibody technique، استخدموا something called VNT neutralization technique، واستخدموا ELISA جديدة at that time كانت موجودة يسموها array ELISA. فزي ما انت شايفين بال IFA كل الكاملز كانوا إيجابيين، بال VNT برضو كانوا كلياتهم إيجابيين، وبرضو بال array كانوا كلياتهم إيجابيين. وبرضو هنا لاحظوا انه في بعضهم يعني طبعا في بعض الكاملز برضو كانوا إيجابيين بريل تايم بي سي آر. فبالتالي هاي البيبر كمان أثبتت إنه الفيروس موجود كفيروس، وبرضه في عندك antibody against this virus داخل كاملز. فتم الإثبات بسنة 2013 إنه الكامل is actually the intermediate host for the MERS. طبعا هذا كان بالنسبة للميرس. بعدين أجانا فيروس آخر guys، فيروس آخر اللي هو السيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس 2، الفيروس اللي اكتسح العالم بال 2019. طبعا هو زي ما حكينا انفلوبد فاميلي بوزيتيف سينسينج ستراند ار ان اي جينوم اوكي. هذا بالنسبه للكلاسيفيكيشن تاعه. ما راح نخش كثير بالكلاسيفيكيشن تاعه، بس تعرفوا لي انه بيتا كورونا فيروس هو بالجروب رقم بي اوكي، ما بيتعرفوا لي اكثر من هيك. طبعا هذا الجينوم، الجينوم تقريبا 29,927,000. قبل شوي كنا نحكي على الجينوم تاع الميرس كان 28,000 وإشي، هذا أكثر منه بحوالي 1000 وإشي. فبيختلف باختلاف الفيروسات. طبعا زي ما حكينا نان سيجمنتد سنجل ستراند بوزيتيف سينس جينوم. زي ما حكينا هنا الأورف 1A اللي بتعطينا الار ان اي بوليميريز، أورف 1B بتعطينا بوتيز، بعدين في عندنا السباك بروتين، وفي عندنا other proteins and other ORF، and these ORF زي ما حكينا ممكن تعطينا كمان nanostructure proteins. طبعا هذا الفيروس كان هو أول فيروس انتشر في العالم، هو الووهان واحد، هذا هو تقريبا أول فيروس اكتشف في الصين وسموه ووهان. ووهان هي المنطقة اللي انتشر فيها الفيروس في العالم أول ما بلش ظهور هذا الفيروس. فووهان رقم واحد اللي احنا نسميه الوايلد تايب، واللي بعدين صار في عائلة تحورات كثيرة من ضمن التحورات هاي الألفا كورونا سوري الألفا فاريانت والبيتا فاريانت والأوميكرون فاريانت، بعدين التحورات الأوميكرون والموضوع هذا. طبعا السبايك بروتين زي ما حكينا هو the most important بروتين بالنسبة لهذا الفيروس. السبايك بروتين زي ما انتم شايفين السبايك اللي هون اوكي، واللي موجود هو على سطح الخلية سوري على سطح الفيروس، والسبايك لاك بروتين. السبايك بلاك بروتين هذا الشكل الكامل له، مكون من different structures، بس أنا بهمني اللي تعرفوا إنه في عندنا spike 1 وفي عندنا spike 2. كما حكينا هذا طبعا spike 1 هيك، spike 1 هي هون سوري،
هاي سبايك 1 هاي نقطة الانقسام بين them. طبعا هو في عندنا cleavage site. cleavage site هذا مكون من multiple base كمان واسد. فعندنا spike 1 وفي عندنا spike 2. والspike 1 بيحتوي على receptor binding domain. يعني spike 1 هو اللي بيعتمد على ال binding into the ACE2. فالspike 1 بيحتوي على receptor binding domain اللي بيعمل binding to the ACE2 receptor. اوكي هاي نفس الشيء هنا spike 1 هذا spike 2 هنا receptor binding domain وداخل receptor binding domain في عندنا كمان ايش بسموه receptor binding motif وبيعتمد عليه to the bind to the ACE2 receptor والACE2 receptor زي ما راح نشوف بعد شويه موجود في كافه الاعضاء جسم الانسان بتراكيز مختلفه يعني موجود في الانتستين بالكدني بالاستومك بالبايل داكت بالليفر بالبرين بالبريست بالبلادر في تكافة على جسم الإنسان فاللي بيحدد تروبيزم تاع الفيروس وجود السيل ريسبتورز اللي هو الACE2 ريسبتور موجود في الأبر and lower airways وموجود كمان في different type of cells. في سؤال guys دكتور الوهان سترين هي نفسها سارس واحد صح ولا لا 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 سارز واحد اللي انتشر بال 2002 ووهان سترين هو أول فيروس من السارز 2 تم اكتشافه تمام متذكرت أوكي طبعا اللي بيحدد زي ما حكينا تروبيزم اللي هو السيل ريسبتر أول شيء الاس 2 بروتين والاس 2 بروتين موجود في مختلف أعضاء جسم الإنسان وبرضه كمان الاس 2 موجود في الديفرنت انيمالز اوكي يعني مثلا هنا مثلا هيومن في عندنا طبعا هنا امينو اسيد مثلا امينو اسيد رقم 24 27 31 هذول بنعتبرهم دوز امينو اسيد داخل هذا البروتين او الاس 2 ريسبتور بنعتبرهم فيري امبورتنت امينو اسيد زي ما انتم شايفين مثلا الهيومن والافريكان جرين مونكي والماكاو او ماكاو هو عبارة عن كمان another type of monkeys كل ياتهم أنتم the same amino acid in the same locations وبالتالي في عندنا those they can behave like human بالنسبة للإصابة طبعا في عندنا بعدين بصير في عندنا شوية mutations مثلا cat في عندنا مثلا بالبوزيش رقم 24 بدلا ما كون أنتم cube كون أنتم مثلا L ليوسين في عندنا حيوان آخر بسمه السيفت طبعا سيت أحكي عن السيفت السيفيد جايز هو كان انترميديت هوست للسارز 1 انترميديت هوست للسارز 1 كان اسمه السيفيد السيفيد هو حيوان اكبر شوي من الكات اوكي هو حيوان برضو وايلد انيمال لكن استخدم بتشاينا كالميت تاعه بيستخدموا التشاينيز بيبل تو ايت هو حيوان باي ذا واي غالي يعني السيفيد هو حيوان غالي والميت تاعه غالي فبالتالي يعني حتى لما انتشر السارز 1 بال 2002 انتشر اول شيء بمجتمع الاثرياء ان هم القادرين على ان ياكلوا لحمه السيفت والسيفت زي ما حكينا هو حيوان وايلد انيمال اكبر شوي من الكات فالسيفت هو كان الريزرفوار فور سارز 1 حتى الان يعني صاروا السارز 2 قد صاروا عندنا بالعالم صاروا تقريبا سنتين ونص او اكثر من سنوات حتى الان لم يعرف على وجه التحديد شو هو الانترميديت انيمال لم نعرف انه اصلا كان بات لكن انترميديت انيمال لساتنا مش عارفين بعدين انتقل للانسان او انتقل مباشره من البات للانسان حتى الان احنا مش عارفين شو الانترميديت انيمال بالنسبه للسارس 2 لكن بالنسبه للسارس 1 السيفيد بالنسبه للميرس عارفين هو عباره عن الكاملز اوكي جايز فهذا بالنسبه للاس 2 موجود هذا الريسبتور بديفرنت انيمال سبيشيز مش بس بالهيومن طبعا برضو كمان لاحظوا العلماء انه we need a cell proteases in order to cleave the S1 into to S2 then to fuse نخلي الفيروس diffuse with the cell ونعمل entry وكلام هذا بجزء انا حكيت عنه وجبته اكثر مره بالامتحان انه في عندنا بروتين called TM transmembrane protease serine SS2 سوري بس كيرسر this protein here هذا هو عبارة عن cellular protease مهم جدا in order to cleave S1 and S2 بالحالة هاي
then S1 will actually بيعمل binding للخلية and then بصير في عملية الانتري. وهي تقريبا البيبر هاي نشرة الكانت اللي أثبتت إنه الS2 أو دخول السارس 2 للخلايا بيعتمد على both الS2 as a receptor وthis protein as protease. Okay, so we need two things, we need the receptor and we need the protease من الخلية يحط منا الS1 sorry the spike into S1 S2 in order for the entry of the virus to happen. والكلام هذا موجود both for زي ما تشايفين هنا بالصورة for both SARS-1 و SARS-2. SARS-1 القديم سنة 2002 و SARS-2 both they are using the same receptor and both they are using the same cellular protease in order to do the cleavage. Okay guys, طبعا هذا بالنسبة للSARS. لاحظوا العلماء طبعا السارز 1 زي ما حكينا قبل شوية هو انتشر وصاب حوالي 8000 إنسان بس، لكن السارز 2 صاب العالم كلياته، يعني مليارات من الناس أصيبوا بالسارز 2. لاحظوا العلماء إنه الكلام هذا بسبب وجود منطقة بالS1 مسميناها احنا بولي بيسك كليفيسايت. هاي البولي بيسك كليفيسايت موجودة بالS1 تاع السارس كورونا فيروس 2 لكن مش موجودة بالS1 تاع السارس كورونا فيروس رقم 1 اللي هو الأصلي. فوجود البولي بيسك كليفيسايت خلت الفيروس يعمل باندينج أسرع بكثير للS2 ريسبتور. أوكي، فوجود البولي بيسك كليفيسايت أوكي خلت الفيروس يعمل binding أسرع بكثير الـ S2 receptor للسارس كورونا فيروس 2 منه للسارس كورونا فيروس 1. أوكي، فهاي اللي خلت الفيروس ينتشر بسرعة ضمن البشر. لذلك السارس كورونا فيروس 2 العالم كلياته تقريبا انصاب فيه، احنا بالأردن بس كلياتنا انصبنا بالسارس كورونا فيروس 2 مقارنة مع بس 8000 حالة من السارس كورونا فيروس 1 انتشرت بالصين سنة 2002 لغاية 2003. أوكي، فأنا ممكن أسألك من امتحان شو the major difference between SARS-1 و SARS-2؟ هو وجود البولي بيس كليفيسايت في منطقة الS1 واللي خلت الفيروس to behave and to get attached to the receptor very easily وسعيدة ينتشر بسهولة between the humans. في سؤال guys؟ دكتور أنا ما فهمت ليش إحنا ما بنقدر نعتبر البATS intermediate host؟ لأن هو الأصل، هو الأصل actually. هو defined the host كان وبعدين انتشر من البات للإنسان فوقتها. لا we don't know yet. We don't know هل كان في بيناتهم حيوان وسيط ولا كان في عندنا direct contact. We don't know yet. بين البات وبين الهيومن. Exactly. Okay. We don't know yet. لأنه دائما مثلا بالميرس كان في عندنا بات camels human. بالسارز 1 كان في عندنا بات سيفت بعدين كهيومن. ناو بالسارس 2 في عندنا بات، في عندنا ميسنج لينك. الميسنج لينك حتى الان مش عارفينه. اوكي بعدين كهيومن. اوكي طبعا ترانزميشن راوت في سارس كورونا فيروس 2 مش راح احكي عنها. الار نوت بداية السارس 2 كان هذا الرقم جدا مهم بسموه البرودكشن نمبر. الار نوت كان هو عبارة عن استيميشن اذا انسان مصاب كم من إنسان راح يعدي. بالR نوت بالبداية كانت تقريبا الرينج تاع الR نوت from 1.4 لغاية 3.9، يعني إنسان المصاب الواحد ممكن يعدي من 1.4 human to 3.9. هذا كان بداية الكورونا فيروس، لكن لما صار في عندنا أوميكرون هذا الرقم تعدى 18، يعني إنسان المصاب بالأوميكرون يمكن يعدي 18 واحد آخر. طبعا يعني بطل في الار نوت هذا له معنى كثير لانه صار في عندنا نسبه العدوى عاليه جدا بالاوميكرون فاريانت. الباثوجينيسيس ما راح نحكي عن الباثوجينيسيس. طبعا هو الديزيز بدايه وجوده كان بتقريبا 81% كان مايل ديزيز، كانت نسبه لا باس فيها من العالم او من الناس كانوا اسيمبتوماتيك. في عندنا 14% كان سيفير و5% كانت كريتيكال، ومعظم الكريتيكال بيكون عنده مشاكل مختلفة زي الضغط، زي مشاكل بالقلب، زي مشاكل بالسكري،
زي مشاكل بالسمنة، زائد كمان الايج، الايج كان فاكتور بالنسبة للكريتيكال اوتكم تاع الديزيز ان هيومن. طبعا هاي السيمتومز ما راح نحكي فيها، هاي السيمتومز تغيرت في كلينيكال كورس، فورجيت اباوت ذس. كلينيكال اوتكم زي ما حكينا هو الايج، للاسف كل ما كبر يعني عمر الانسان المصاب ارتفعت نسبة الفيتاليتي ريت، يعني زي ما انتم شايفين هون مثلا اكثر من 80% نسبة الموت بتكون 14.8، من 70 ل 79 نسبة الناس اللي بنصابوا ممكن يموتوا 8%، مثلا من 30 ل 39 كانوا just 0.2 وهكذا. فالايج، الايج از اكشلي فاكتور بالنسبة للفيتاليتي ريت بتاعت الكوفيد 19. طبعا الاميونور سيستم كان يشتغل على الموضوع هذا، بس ما راح نحكي على الاميونور سيستم لانه كان في عندنا النيت، كان في عندنا ذات اميونور ريسبونس. بس هون انا بدي احكي شغله بالادات اميون ريسبونس، انه السارس بيعمل something called ليكوبينيا. شو معنى ليكوبينيا؟ انه بيقلل اعداد الوايت بي سيز، especially كمان الليمفوبينيا، الليمفوبينيا الليمفوسايت. فمعروف مثلا سوري بيرسر مره ثانيه، فعندنا ليكوبينيا the acute phase of SARS، في عندنا severe leukopenia and lymphopenia. تقريبا 80% من البيشنتس كان في عندهم severe loss of CD4 T cells و CD8 T cells. اوكي هذا كان بالSARS 1. بالكوفيد 19 الليمفوبينيا كانت تتراوح من 39% ل 66%. اوكي عدم وجود CD4 T cells اوكي تعمل delaying للفيروس كليرز، يعني ساعتها الفيروس بيظل موجود داخل جسم الإنسان بفترة أطول، فبالتالي الأوتكم يكون سيفير. عدم وجود CD4، يعني CD4 تقريبا هي بتتحكم بالجهاز المناعي الأداتي في المنورسموس، فعدم وجود CD4 بكميات كويسة داخل جسم الإنسان في حالة الإصابة هذا بيؤدي إلى تأخير الكليرنس of the virus من جسم الإنسان، فبالتالي بيكون الأوتكم more severe. طبعا في كمان عندنا سمت كود اميونو ايفيجن. لاحظ العلماء انه الاميونو ايفيجن انه الخداع المناعي اللي بيعمله الفيروس تاع كورونا فيروسز اكشلي بيعمله بديفرنت بروتينز، فبيعمله عن طريق الاورف 3 بي، بيعمله عن طريق الاورف 6 عوض عباره عن نان ستراكشر بروتينز بيفرسهم الفيروس تاع السارس كورونا فيروسز. وفي عندنا كمان الان، وفي عندنا ديفرنت بروتينز ذات ار موجودين بالكورونا فيروس هم بيعملوا الخداع المناعي بسموه immuno evasion، يعني ما بيخلوا جهاز المناعي especially innate immune response يستخدم، فبالتالي ما بيخلوا كمان interferon gamma to be produced against the viral infection. طبعا ما راح نخش بالتريتمنت. طبعا كانت بالبداية الوفيات أكثر شيء كان بسبب respiratory failure and septic shock and multiple organ failure. كان هذا بسبب وجود something called overproduction of the immune cells and cytokine storm. Cytokine storm تقريبا كان إلى دور في عملية الوفيات بالنسبة للكوفيد 19. طبعا عملية الدياغنوسيس تعتمد على real time PCR، وفي عندنا different target for the real time PCR. في عندنا مثلا هنا أول شيء we can target the N gene for the real time PCR، we can target المنطقة الموجودة بعد الاي بنسميها الاب اي، وكان تارجت كمان منطقه موجوده بالاورف 1 اي بي بالنسبه للريل تايم بي سي ار، ففي عندنا ديفرنت ريجنز فور ذا ريل تايم بي سي ار. اوكي وبتعرفوا طبعا انه العالم كلياته بلش يستخدم الفاكسينات اجينست ذس وان، كان في عندنا ديفرنت تكنولوجي فاكسينيشن، لكن كانت تقريبا ذا موست افكتيف واي كانت هي المسنجر ار ان اي فاكسينيشن زي موديرنا زي فايزر، كانت عبارة عن messenger RNA vaccination، وكان في عندنا برضو بعض أنواع ال vaccination الثانية. Okay guys، في سؤال؟ دكتور؟ yeah. بدي أسأل سؤال هو يعني بمحاضرة سابقة بس إنه بخص أتوقع بخصه اللي هي عن البانلوكوبينيا مرة حكيت والدستمبر كيناين دستمبر زي هيك، فصرت تحكينا إنه هو نفسه بيسموه الدستمبر للبانلوكوبينيا، بس بعدين I searched على جوجل وكان يحكي إنه مو نفس الفاميلي، وفي يعني بعض مواقع بتحكي إنه نفس الشيء،
كان عندي ستمبر باس تاع الفيلاين مرة ثانية. مو الفيلاين، كان عندي ستمبر وال وش كمان البارفو فيروس، سوري بارفو فيروس من نفس من نفس الفاميلي صح، اللي هو بانلوكوبينيا نفسه تبع بارفو. اه الفيلاين بانلوكوبينيا فيروس او البارفو فيروس، مو بارفو فيروس. الكناين ديستمبر فيروس هو عبارة عن فيروس موجود بالبارامكسو فيريدي. بارامكسو؟ اه بالبارامكسو الكناين ديستمبر موجود بالبارامكسو. يعني مو نفس الفاميلي؟ لا مو نفس الفاميلي. لا اه لأنه بتذكر مرة حكيت بسموه ديستمبر لما كنت عم تشرح لنا عن البانلوكوبينيا، أو أنا سمعت غلط. ديستمبر زي طاعون بيسموه، زي مثلا بالكناين ديستمبر لما حكينا الجينس at that time هو الموربيلي فيروس. الموربيلي فيروس في طاعون المشترات الصغيرة بي بي آر، وفي طاعون الكتل. حكينا الكناين ديستمبر طاعون الكناين، فديستمبر زي معناتها طاعون، بس هذا لا يعني إنه من نفس الفاميلي. لا تمام، شكرا دكتور. اوكي هون في سلايد كنت بدي احكي لكم عنه بس مش مهم كثير، لانه في بدايه الانفكشن بالكوفيد 19 فكروا انه في حيوان اسمه بنغوليون، هو عباره عن انترميت هوست فور ذس وان، وكان في شويه ادله عنه لكن للاسف لساته ثيوري. بنغوليون انت مايت بي انترميت هوست بالنسبه للكورونا فيروس، يعني في عندنا بات، في عندنا بنغوليون، لان في عندنا هيومن. Okay, guys, I think that's it بالنسبة للكورونا فيروس. في سؤال ثاني guys؟ دكتور أنا عندي سؤال بس شوي مختلف، اللي هي بالنسبة للفاكسينيشن، إذا بيكون live vaccine وقتها إحنا ممكن نستخدمها للميوكويد سيرفيسز، وإذا كانت killed فإنه إحنا ما بنقدر نستخدمها غير injection، صح yes. ولا لا؟ Yes, 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 yes. The killed vaccine تستخدم كinjection، وبكون معها adjuvant عشان تحفيز الخلايا الانتيجين presenting cells والامور هاي. بينما اللايف you can use it as spray okay in order to stimulate mucosal services. yes you're right. يعني الانفكشوس برونكايتس الباكسين تبعيته ممكن نستخدمها كأطرة، وممكن نستخدمها ك yes لان هي كانت live vaccine، والليف هي نفسها attenuated. هي attenuated yes هي attenuated، لكن شو حكينا احنا مع الاستخدام المستمر وجود الفيروس داخل التشيكنز هوست ممكن ساعتها الفيروس يتحول مره ثانيه لفيرونت سترين ويعطينا مشاكل. تمام. طيب جايز احنا ناخذ بريك مثلا فور لايك 10 مينتس، بعدين نكمل ان شاء الله بالاذر فاميليز. بصير تمام اوكي جايز.